السلام عليكم. أتحدث معكم بشكل سريع عن الموضوع الأكثر انتشارا في مثل هذه الأيام، وهو مرض الجرب. مرض الجرب باختصار هو مرض معدي جلدي يؤدي إلى حدوث حكة شديدة وتسببه مفصلية شبيهة بالعناكب، تنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، وما أن تصل إلى الطبقة العلوية من الجلد حتى تبدأ في بناء أعشاشها وأخاديدها وتفرز بيوضها التي تتكاثر، فتؤدي إلى تحفيز الجهاز المناعي وهو ما يزيد من الحكة الشديدة عند الشخص المصاب. ما أردت التأكيد عليه هو أن هذا المرض يصيب الحيوانات ويصيب الإنسان على حد سواء، يصيب الكلاب والقطط وما شابه. لهذا المرض وأعني الجرب غسولات وكريمات موجودة في الصيدلية مخصصة للشخص المصاب وللمخالطين معه أثناء فترة الإصابة، ولكن النقطة الأهم هنا أن استخدام هذا العلاج كوقاية كما يقوم به البعض ويطبقونه على أولادهم قبل ذهابهم إلى المدارس هو من قبيل العبث الفكري والمالي والوسواس الذي في غير محله.